لو جينا نفكر في الموضوع، هل في مكاسب للنادي الاهلي من عدم وجود احمد فتحي خلال الفتره القادمه؟ من وجهه نظري ان هناك بعض المكاسب لنادي الاهلي من عدم وجود احمد فتحي. اولها تقليل معدل الاعمار السنيه داخل الفريق. تاني حاجه توفير مبلغ مالي كبير ممكن جدا يشتري لعيب اقل سنا من احمد فتحي خلال الفتره اللي جايه علشان يكون متواجد مع النادي الاهلي. ممكن جدا ان انت لما توفر 20 25 مليون جنيه اعتقد ان ده ممكن جدا تشتري بيهم لعيب باك رايت كويس جدا 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 خلال الفتره القادمه. وعموما ما احنا عندنا محمد هاني واحد من افضل اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا المكان. عندنا باسم علي اعاره للجونه ممكن جدا يرجع النادي الاهلي الموسم القادم. هنشوف بقى الاختيارات الفنيه وكيف سيختار ريني فايلر الفتره القادمه مين اللي هيكون في هذا المكان. ولكن في النهايه هناك مكاسب الحقيقه كسبها النادي الاهلي من بعدما اصدرت لجنه التخطيط بيان، وهو بيان قصير جدا ان كل التوفيق للكابتن احمد فتحي او تمنت التوفيق للكابتن احمد فتحي خلال المرحله المقبله. هل ده هيضر النادي الاهلي في حاجه؟ اطلاقا النادي الاهلي لن يضر. النادي الاهلي لعيبه كتيره جدا مشيت منه، لعيبه كتيره جدا بطلت في اوقات كثيره جدا منذ انشائه 1907 وحتى الان، ولكن في النهايه يظل اسم النادي الاهلي هو من يخلد ذكرى او من يخلد رحيل لأي لاعب من داخل النادي الأهلي. شريف إكرامي ماشي من النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي بيرفع له شابوه على ان هو من حقه ان هو عايز يلعب ومن حقه ان هو كذا ومن حقه ان هو كذا. وبالعكس كل الناس بتقول ان يجب عودة شريف إكرامي خلال الفترة اللي جاية في الفترة القادمة، ان هو يعود ككادر من الكوادر الإدارية او الفنية كيفما يرى خلال الفترة اللي جاية. عرض غير مسبوق تم تقديمه لكابتن حسام عاشور لينهي حياته في النادي الأهلي، ويبقى القرار في إيد كابتن حسام عاشور زي ما كان القرار أيضا في إيد كابتن أحمد فتحي. في النهاية يظل دائما اسم النادي الأهلي هو اللي له فضل على الجميع. اسم النادي الأهلي هو اللي له فضل على الجميع قبل ما يكون اسم أي حد.